لو الحكاية فيها إن فيجو دمياط فندم من المحافظات اللي ليها وضعية خاصة في مصر. نعم. يعني دمياط عندها فيها موارد اقتصادية، فيها المينا وفيها الصناعات المتميزة فيها. قدرك لما تقدم خبرة أو نصيحة لمحافظ دمياط الحالي تقول له أنت من إيه الدنيا الموضوع اللي أقول له أن الإشكالية، وأنا قمت بعمل اجتماع مع أعضاء الغرفة التجارية، الإشكالية لابد من تفعيل صناعة الأساس. الشعب الدمياطي شعب يتميز بأنه ليس فيه بطالة. أقول لسيادتي مدينة الأساس التي أعطى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليمات بإنشائها الإسراع بالتنفيذ فيها. اثنين، استيراد الخشب. أقول أن الإشكالية في استيراد الخشب أن يمكن ارتفاع التكلفة من مستوردي الخشب بدمياط على أساس أن بعض البنوك لا تقوم بتدبير المفترض تدبيره من العملة الأجنبية لفتح الاعتمادات المستمدية. أنا بقول لسيادة المحافظ لابد من التنسيق مع السيد هشام رامز محافظ البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية لفتح الاعتمادات المستندية فيما يتعلق بالخشب، يكون لها الأولوية لأنها صناعة استراتيجية، فالتكلفة ستكون أقل وبالتالي سعر المبيعات سيكون مناسبا ملائما. وأقول أيضا أن محافظة دمياط لابد من الاهتمام بميناء دمياط، بمعنى أن ميناء دمياط على أعلى مستوى ويترأس ميناء دمياط رئيس هيئة ميناء دمياط. أتمنى الاهتمام أكثر من ذلك بميناء دمياط. وأقول أيضا للشعب الدمياطي إن الإشكالية في كل محافظة هي وجود من يحاول أو دأب على المعارضة المستمرة دون داعي. أقول للشعب الدمياطي أنت شعب واعي، أنت شعب مثقف، عليك الوقوف إلى جانب المسؤولين في دمياط من أول محافظ دمياط حتى أصغر موظف. وأقول للسيد محافظ دمياط الشعب الدمياطي من ضمن الروشتة شعب ذكي جدا، إذا شعر بأن المحافظ ومن معه يعملون ويستمعون إلى مشاكلهم شيء طيب بيكون له أثر إيجابي. أقول للسيد محافظ دمياط لابد من استماع لمشاكل الشعب الدمياطي، وأنا أعلم أن هذا المحافظ حسن السمعة. وأقول لسيادتي عليك النزول بالشارع ومقابلة الشعب الدمياطي والجلوس معهم، ده هيؤدي إلى أمور طيبة. فضلا عن ذلك أنا متوقع للشعب الدمياطي بعد مدينة صناعة الأساس وما إلى ذلك، خاصة أن محافظ دمياط الحالي زار مصانع لصناعة الأساس في الخارج في جولات مع السيد رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، ده هيؤدي إلى حدوث طفرة في صناعة الأساس بدمياط. لو اتكلمنا عن المشهد الانتخابي دلوقتي بنستعد له كمان، المشهد ده حضرتك شايفه ازاي؟ شايف البرلمان اللي هيكون موجود كمان كام شهر، شايف الصوره بتاعته عامله ازاي؟ مجلس النواب القادم، مجلس النواب 2015، اتمنى ان يكون على مستوى الحدث. اتمنى هذا اهم مجلس نواب. اتمنى انه اعضاء مجلس النواب يتم من الناخبين اختيار المرشح الذي يستطيع أن يجلس تحت قبة مجلس النواب، يكون جديرا بالتمثيل في التشريع وفي الرقابة وفي إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر، أن يختار المرشح الذي لديه انتماء لمصر وليس لديه انتماء لأي شخص تاني أو أي حزب آخر، أن يختار المرشح الذي يستطيع أن يعارض معارضة بناءة وليست معارضة هدامة، يختار المرشح الذي يستطيع أن يبني ولا يهدم. وبالتالي إذا ما زادت نسبة المشاركة الشعبية من الشعب المصري عليه، فإن ذلك سيؤدي إلى حسن اختيار مجلس النواب القادم. أما بعض الذين ينتمون إلى أحزاب الدينية يحاولون التشبث بأي شعارات
لكن الشعب المصري أصبح جديرا واعيا متفهما لكل هؤلاء. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يخليك، انت محترم، انت شرف ليا والله يا استاذ احمد. بالنسبه لمجلس النواب القادم، علينا حسن اختيار النواب، وفي هذا الصدد اتوقع، هذا نوع من التفاؤل مني، ولكن انا اتوقع ان نسبه المشاركه هتكون فوق 60%، يعني من 60 إلى 65% من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين. لكن أرجو من المرشحين الالتزام بالدعاية الانتخابية، خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات تسير بخطى ثابتة، لجنة تسير بخطى الواثق من نفسه، وبالتالي أرى أي مخالفة للدعاية الانتخابية، أتمنى شطب أي مرشح طبقا للقانون يخالف الدعاية الانتخابية. هل تتوقع أن البرلمان الجاي ممكن يتسلل لبعض عناصر الإخلاء أو ما يسمى بالجيل الثالث بالرابع من التنظيم؟ أتوقع أن يتسلل إليه قليل القليل من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية من الجيل الثالث أو الرابع من هذه الجماعة أو تلك تحت عباءة المرشح لمجلس النواب. لكن السيرة الذاتية أوجب القانون، وهذه أول مرة وتحسب للقانون أنه أوجب من ضمن مستندات الترشح السيرة الذاتية. إذن كل مرشح لابد أن يعرض سيرته الذاتية على المواطنين، ليس فقط في وسائل الإعلام وإنما في دعاياته الانتخابية سيرة ذاتية كاملة، بمعنى هو مؤهله العلم ايه، درجته الوظيفية ايه، هل معاه درجة معينة تؤهله انه يجلس في مجلس النواب اعلى من درجة التعليم الاساسي المفروض ان تكون معه، هل اشتغل في بعض المجالات التي تؤهله ان يجلس تحت قبة مجلس النواب، هل لديه افكار او رؤى مطروحة في بعض الامور السياسية أو الاقتصادية أو التعليمية أو الاجتماعية. كل هذه ستؤدي إلى أن الناخب سيكون عليه العبء الكبير. بصورة عامة يا فندم، نظرة حضرتك على المقبولين حاليا للانتخابات، هل شايف أنه في ناس منهم كان من غير اللائق أن هم يكونوا من ضمن تشوف المقبولين، في أثناء محاولة؟ يعني أنا فوجئت الحقيقة بأن السيد أحمد عز طلب ترشح نفسه، هذا من حقه، ولكن من الحكمة ألا يكون قد من الحكمة ألا يتقدم بهذا الطلب. هو طلب رفض، واللجنة لجنة فحص الطلبات رفض الطلب، طعن أمام محكمة القضاء الإداري فأيدت قرار رفض الطلب، فطعن على حكم محكمة القضاء الإداري أمام الإدارية العليا فأيدت. وعندما تم فتح باب الترشح من جديد في سبتمبر 2015 فوجئت به يعيد القارة مرة أخرى ويتقدم، فلجنة فحص الطلبات لم تجد المستندات كاملة فرفضت طلبه. أنا الحقيقة مستغرب استغرابا شديدا، من الحكمة ألا يتقدم بطلبه. ليه؟ لأنني أعتقد أن الشعب المصري يرفض أحمد عز والذين على شاكلة أحمد عز. ممكن في دائرة السادات يكون محبوبا على أساس أنه قام بخدمة هذه الدائرة أو له معارف وأصدقاء في هذه الدائرة، لكن على مستوى الشعب المصري يعني اجتمع على رفض أحمد عز، فكان لزاما عليه من الحكمة ألا يتقدم بهذا الأمر. وبعض أيضا أعضاء الحزب الوطني تقدموا وكانت يعني الأمور بالنسبة لهم دون ذكر أسماء كانوا محلا للنظر في مجلس الشعب الذي كان في عهد مبارك، يعني كان من الحكمة أن يتقدم، ولكن تقدموا وهم من المرشحين للأسف حتى هذه اللحظة. هل شايف التعامل مع النواب، يعني إذا دخلوا فعلا مجلس الشعب، التعامل مع النواب كانوا بينتموا سابقا لجماعة الإخوان أو بينتموا للحزب الوطني، حضرتك متخيل أداء البرلمان في الوقت ده كان عامل؟ لا، أنا أتوقع
إن الذين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية سيؤدون أو سيعملون على تعطيل البرلمان أو عدم اتخاذ قرارات سريعة في أمور استراتيجية. وأتوقع أن المنتمين للحزب الوطني سوف يحاولون أيضا عرقلة هذا الأمر لمصلحتهم الشخصية، ولكن الأغلبية لن تكون لا من الحزب الوطني ولا من جماعة الإخوان، ولكن ستكون من المستقلين. أنا أراهن على أن مجلس النواب القادم ستكون أغلبيتي من المستقلين الذين يحبون الوطن، لديهم ولاء وانتماء. دستوريا فندم، إيه الأزمات اللي ممكن تقابل البرلمان؟ الذي يمكن أن يقابل البرلمان، البعض يحاول جائدا عرقلة نص المادة في الدستور التي تلزم عرض القرارات بقوانين على مجلس النواب خلال 15 يوما من تاريخ انعقاده للعرض والمناقشة والموافقة، وإلا سقطت ما لها من أثار إلا إذا رتب عليها مجلس النواب بعض الأثار. لكن البعض سيحاول أن يضع هذه المادة بتفسير ضيق، بمعنى أنه يسقط بعض هذه القرارات بقوانين. لا، أنا بقول لابد من الموافقة على هذه القرارات بقوانين كلها كمبدأ خلال ال 15 يوم، ووضع خطة لمناقشة كل قرار بقانون على حدة، لكن بعد انتهاء ال 15 يوم، لكن موافقة كاملة في جلسة واحدة على هذه القرارات بقوانين، حتى لا نوقف دولاب العمل في مصر، وحتى لا تترتب أثار سلبية في مصر. ثم بعد ذلك يطرح مجلس النواب المناقشة كل قرار بقانون على حدة خلال الفصل التشريعي، ولعلم سيادتك الفصل التشريعي لا يقل عن 9 أشهر. إذن كل هذه القرارات بقوانين مناقشتها تعديل أم إلغاء، ولكن بعد فترة 15 يوم حتى لا يسقطها. فضلا عن ذلك، مجلس النواب مطالب طبقا للدستور بسن قانون للعدالة الانتقالية، ومجلس النواب مطالب بسن قانون لحرية ممارسة الشعائر الدينية وترميم الكنائس للإخوة المسيحيين، مطالب بهم في أول دور انعقاد. لابد أن يعمل مجلس النواب طبقا لفقه الأولويات، يعني يضع أجندة للأولويات إيه، الأولويات طبقا للقرارات بقوانين، والأولويات طبقا لما ألزمه الدستور بالقيام به. أنا أرى أن هذه الأمور طيبة، خاصة أن مجلس النواب القادم إذا ما تبين أنه لا يقوم بالأعمال الموكل إليه ممكن بقرار مسبب في حالة الضرورة أن يطلب السيد رئيس الجمهورية حل مجلس النواب ويعرض الأمر على استفتاء شعبي. فالذي سيحكم على مجلس النواب ليس رئيس الجمهورية.